للعودة أيضا والحديث عن فشل العملية السياسية في العراق في الوصول إلى حل ينهي الصراع على رئاسة الحكومة، عاد معنا من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، مرحبا بك مرة أخرى. كيف يمكن وصف وتقييم ما تمر به العملية السياسية في العراق؟ أكثر من 8 شهور على الانتخابات لم يصل الفرقاء لنتيجة لاختيار الحكومة ورئيس الحكومة، تفضل. مساء الخير عليكم وعلى على جمهوركم الكريم. يعني نستطيع وصفها كما نصفها دائما، انها عمليه فاشله تم الاخذ بها من اجل تفتيت العراق وتدمير وقتل اولاده ورهن مقدراته الى اجل غير مسمى للدول والقوى الخارجيه، لا شيء اكثر. يعني هذه عمليتهم السياسيه. نعم، هل كان متوقعا من هذه العمليه السياسيه عكس ما يجري حاليا؟ بصراحة هو ما يحدث اليوم من انسداد سياسي هو يعني نتيجة طبيعية لوصول مجموعة من العملاء والمتخلفين والجواسيس واللصوص إلى مقدرات العراق، والدستور الذي وضعوه على عجل من أجل مصلحة هذه الجماعة وتلك الفئة يعني كان لابد أن يقود إلى مثل هذه النتائج الكارثية التي يتقاتلون اليوم من أجلها. كل واحد بهم يفسر الدستور على مزاجه وعلى أهواءه من أجل مصالحه ومن أجل مصالح حزبه. من بالذات المستفيد؟ هل هناك قوة مستفيدة من الدستور الذي صاغه فرقاء اليوم في الوصول إلى هذا الانسداد السياسي؟ هل هناك قوة مستفيدة؟ هل هناك قوة تريد من العراق أن يبقى هكذا في حالة فوضى عارمة؟ هو لا شك أن القوة الأولى المستفيدة من هذه الفوضى الموجودة بالعراق هي إيران. إيران وعملاء إيران في العراق هم المستفيدين الأوائل من هذه الفوضى الموجودة بالعراق والانسداد السياسي اللي موجود بالعراق، كله من أجل تمشية أجندة إيران بالمنطقة. ولكن أستاذ مظفر، يعني الغريب الأمر، وهو ليس بالغريب، يعني منذ البداية الفرقاء السياسيين المشتركون في العملية السياسية هم من ينتقدون العملية السياسية ويتحدثون عنها بسخرية. الآن ليس آخرهم ربما إياد علاوي، أكد أن تجربة الحكم في العراق يعني باتت حديثا ترفيهيا تتداوله الدول بسخرية لعجز الأحزاب عن إدارة البلاد. هذا التصريح إلى أي مدى يشي ربما باقتراب انهيار هذه العملية السياسية في العراق؟ بصراحة إياد علاوي هو أحد أركان هذه العملية السياسية البائسة اللي هم مشتركين بيها، وهو نفسه اعترف بعظمة لسانه أن كوندليزا رايس أمسكت القمشية والعصا عليهم لكي يضعوا الدستور خلال شهرين، خلال 60 يوم. وهو بتصريحه هذا يؤكد بلا شك ما يعرفه الجميع الآخرين. يعني نحن العراقيين من زمن بعيد نعرف أنهم عمليتهم السياسية باتوا مضحكة ومسخرة لكل الدول ولكل المتواجدين بالعراق وبالعالم. هذه العملية السياسية المسخرة والمضحكة مثل ما يتحدث إياد علاوي، يعني هم يتحدثون أن هذه العملية السياسية مسخرة. طيب هذه المسخرة، الحديث البرلماني الآن عن استقالات جديدة، هل ينطوي بالفعل على مخاوف على مصالح الفرقاء، مخاوف على مستقبل البلاد، أم أنه لا يزال يندرج ضمن المزايدات والصراع السياسي؟ للأسف لا يوجد مستقبل للعراق الآن، لا أحد يفكر بمستقبل العراق، والمستقلين الذين يتواجدون بالبرلمان لا يكادون يتعدون أصابع اليد الواحدة، كلهم مستقلين دخلوا من بوابة الأحزاب. يعني هم كانوا واجهة جديدة لحزب معين، وهذه مجرد مزايدات بينهم من أجل تمشية مصالحهم لا أكثر. يعني هذه أيضا الحديث دائما عن معارضة وتهميش دور المعارضة في البرلمان، دائما يعاد هذا الحديث عن وجود معارضة، هل يمكن التعويل على تحركات الصدر بالفعل؟ أنا ما أعتقد أنه تحركات الصدر يعني هي تعتبر على المعارضة. وفي لقائنا السابق مع قناتكم الكريمة قلت أن تحركات الصدر والتيار والقوة المتناغمة معه هو مجرد تناغم وعلاقة تخادم بينهم منذ بداية دخول الصدر وتياره إلى العملية السياسية إلى حد اليوم. هو يتناغم معهم، هو هذا كله يعني جزء من المسرحية الكبيرة الهزلية اللي اسمها البرلمان. طيب سيد مظفر، وسط هذه الصراعات السياسية
إلى أي مدى باتت الأوضاع في البلاد على حافة التفجر، التظاهرات المطالبة بإسقاط الطبقة السياسية؟ بصراحة الجميع داخل العراق وخارجه الكل يتوقع الانفجار القادم، خصوصا مع اشتداد موجة الحر القائض على الشعب وعلى الناس، تناقص الخدمات العامة، تسيب الدولة، عدم وجود حكومة قوية وانشغال الجميع تثبيت أقدامهم وتأمين مناصبهم للمرحلة القادمة، نتوقع أن انفجار ثورة شعبية عارمة بات وشيكة في العراق. إذا شكرا جزيلا لك من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي السيد مظفر الخميسي، شكرا جزيلا.